راح أقدم له هدية محرزة لمراد باشا من شان يهتم فيني ويثبتني بالمكتب وبعدين يرفعني. لازم بسرعة أترفع وصير باشا. هي فرصة وإجت لعندك يا هتام. ليش عم تطلع فيه هيك؟ لا ولا شيء، انت ما دخلك ما دخلك. بشو ما دخلني؟ يعني ما دخلك باغلاط اخوك فارس. ومين جاب سيرته هلا؟ ما فهمت. خلص خلص سكري عن الموضوع. صفية بدي اسوارة من اسابرك الله يخليكي. ليش شو بدك فيها؟ عاوزة هيك لي شغل فيها. طيب بكره قبل ما تظهر على الشغل بعطيك اياها. خلي لي اياكي وما يحرمني منك.